السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير. اليوم راح ندير لكم فيديو خفيفه نوريكم كيفاش تسيروا لا كولاس تاع شيفرولي افيو باللا كلي ديناموميتريك، ونعطيكم لي كوب اللي تسيروا بها. اول ملاحظه نعطيها لخاوتي لي زابرونتي ولا لي ميكانيسيان، كي يجوا قد يحطوا هذا الفوكولاس ما يكثروش اللصقه هنايا، ديروا لصقة رقيقة برك، شوفوا كيفاش تخرج، كيفاش تجي دوريجين، كيما تكثروا شوفوا كيفاش، شوفوا لهنا كيفاش تجي. هذه حاجة. ثاني حاجة، كي تعودوا تحطوا في هذا الفوكلاس حطوا بشوية وسيروا لي بولون خلفه، سيروا هنايا 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 ومنا وبولون اللي لهنايا، سيروا بشوية لحقوا بشوية وشوفوا لهنا لي دوا لا راهم حاكمين بلايصهم، لي دوا تاع لي سوباب لا راهم حاكمين بلايصهم، لسه حاكمين بلايصهم خلاص. ومن بعد سيروا الاخرين الكوبل التيراج تاعو ابداو بربعة كيلو كما تشوفوا. هذا لاكلي ديناموميتريك دير تقريبا واحد 55 سنتيمتر ولا 53، لا مارك توب تول شابه بزاف. الريغلاج تاعكم لازم ديروا 4 كيلو، 4 كيلو في لي فيس هذو ان بريسيراج. شوفوا اش ديروا، هذه تجبدوها لهنا هكذا، تجبدوا هذه هكذا، ومن بعد كما تشوفوا هنا نحكم ندور هذه. مثال حبيت ندير 4 كيلو اللي قد نبداو بها، شوفوا الشلطة هذه تاع 4 كيلو كاين هنا، شلطة تاع 4 كيلو، ونحكم ندور المفتاح حتى نلحقها. حتى نلحق ومن بعد ندير زيرو هكذا في 4 كيلو في الشلطة هذيك، الشلطة اللي هكذا والزيرو يكون هكذا، الصفر يكون مع هذي هكذا كما راكم تشوفوا. ومن بعد نسيري نبدا لهنايا، روح في الوسط راه هو يطردك وانا نحبس بدل. من بعد هذيك هو يطردك وانا نحبس، ندير هذا الاول ومن بعد هذا الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، ومن بعد تجي لهنا 8، ومن بعد هنا 9، ومن بعد تجي لهنا 10. انا نكمل، انا نكملهم كاع، نخليهم 5 دقائق يبرد البولون، خاطرش الفيلتاج تاعو راهو يتكسل. 5 دقائق ولا 3 دقائق، ومن بعد نعاود الريقل على 7 كيلو وندير نفس العمليه وخلاص. هذه هي ومن بعد مولاها نقول له امشي بها 1000 أو 2000 كيلومتر، يعاود يرجع نعاود الريقل المفتاح على 7 كيلو ونعاودوا العمليه وخلاص. هذه هي، ما تصير برا ما والو. خوتي المفتاح هذا راه موجودين، كاين من 1,200,000 وطلع حتى 7 ملايين، انتم واش حب انتم وجيبكم. كما هذا المفتاح راه مش 1,600,000 من الانترنت، لا مارك توب تول راه مليح، يدير 53 ملم، حاجة شابة. وش شوية فراجيل فو با يطيح لكم، هذا مكان. خاوتي في الأخير إن شاء الله راكم استفدتم من هذه الفيديو، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو أخرى إن شاء الله.